فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا مسافر ومن عادتي في بلدي أن أصوم الاثنين والخميس، لكنني تركت الصوم مع قدرتي على ذلك، فهل أنال ثواب الصيام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد وسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما؟ إذا كنت تركت الصيام لعذر وأنت في نيتك لو تمكنت لفعلته، فإن لك أجر الصائم، لأنك معذور في ترك هذا العمل. أما إذا تركت العمل هذا المستحب، تركته ولم تنوي فعله لو تمكنت، فليس لك أجر ولا إثم عليك. نعم. طيب.